معظم مشاكل الأمراض هي في الواقع مش تطور في المرض، هو توائم أو تعايش مع المرض. القشرة المخية نشطة، الجهاز العصبي كله نشط جدا، لدرجة في 24 ساعة عمل تشكيلة جديدة خالص عشان يدير الجسم، يدير الصبعين دول كأنهم صبع واحد. مشاكل الأمراض كلها في الحتة دي، لأن أنا بتألم وأنا ماشي، بتألم وأنا ماشي، فيبدأ يحصل نيوروبلاستيستي في الدماغ تخليني ازاي اتعامل مع هذا الالم في رجليا، وتخلي حركتي محدوده جدا عشان ما اتالمش. ممكن جدا الالم يروح بعد كده، وده اللي هيحصل ان شاء الله، لكن الاعاقه في الحركه هتفضل موجوده ولا لا؟ هتفضل موجوده. ليه؟ اصل ده تاثير المرض. لا، ده النيوروبلاستيستي، ده التماهي حضرتك. وبالتالي هل يمكن اخرج من اي اضطراب عضوي انا فيه؟ ممكن. فالدماغ شغلتها انها تدي الخلفية العصبية اللي هي بين قوسين تحكم وحتى إحساس، اللي تديني أعلى مردود للمتاح دلوقتي. بس المشكلة إنها بتثبته، هي دي المشكلة، المشكلة إنها بتثبته. ولذلك معظم الناس أما بيتعرضوا لأي شكل من أشكال الإعاقة ما بيخرجوش منها. ليه؟ أما بيبدأ يتحسن ما بيحاولش يستعيد تاني، يدرب نفسه تاني، وده اللي بيسموه الفيزيوثيرابي بالمناسبة، انه بيحاولوا يبدا يعمل حركات ويبدا بتاع عشان يبدا يحصل ري وايرنج تاني، يرجعه طبيعي. عندنا قدره عاليه جدا على الرغم من الاصابه، على الرغم من الاعاقه، على الرغم من اي مشكله، ان احنا نقدر نوصل لدرجات عاليه جدا من المرونه والتفاعل الايجابي مع المرض او مع نتائج المرض او نتائج الاصابه او نتائج الاعاقه جدا. فمين اللي بيتحكم في النيوروبلاستيستي؟ مشاعر. كل حاجه في جسمنا. يعني انا وزني زياده، ليه وزني ازاي؟ ان انا عندي نيوروبلاستيك تشينجز، عندي تغيرات بتخليني لازم اخزن دهون، لان انا لازم اتحدى ولازم افوز واتحدى. فعلى طول تيجي المنطقه دي لابد يتخزن فيها كميه دهون رهيبه. حتى توزيع الجسم الدهن في الجسم الانثوي او في الجسم الذكوري ده عباره عن توزيعها في الجهاز العصبي. وبالتالي انا شفت سيدات اتغيروا جدا وعايشين حال الذكوره بشكل عنيف جدا، شكل جسمهم اتغير تماما، ملامحهم اتغيرت تماما، ملامح حاده جدا، ذكوريه جدا، قاسيه جدا، مش ملامح انثى خالص. التغير ده حصل فين حضراتكم؟ في الدماغ. الجهاز العصبي الارادي هو الجزء العضوي اللي بيربط المشاعر دي بالجسد ده. المشاعر دي عشان تتعاش في الجسد ده، في جهاز في الجسم اسمه الجهاز العصبي الارادي في جسم الانسان، هو اللي بيربط هذه المشاعر بهذا الجسد. اي تعبير نسيجي هو تماهي النسيج مع الشعور طبعا، لان ده مش تعبير نسيجي، اي تعبير كوني، اي رايه بقراها حسيه هي تماهي مع الشعور. والنسيج شخصيا بيتماهى، فالاحساس بيتماهى مع الشعور، والشعور بيتماهى مع ايه؟ مع الاحساس. والنسيج هو صوره الاثنين. لو حصل انفصام ما بين الشعور والاحساس، البني ادم بيروح فين؟ ما يقدرش يكمل. ده شعور وده احساس مع بعض. النسيج بيعمل ايه؟ النسيج هو صوره لهذه العلاقه. الصوره دي مين اللي بيديرها؟ الصوره النسيجيه دي مين اللي بيديرها؟ الجهاز العصبي الارادي. النسيج اي تغير نسيجي، سواء التغير ده صحي او مرضي، هو عباره عن ايه؟ تجسيد لعلاقه الشعور بالايه؟ والاحساس مع بعض. في الطب التصنيفي العلاج كله مبني على حوارات، بناخد وندي مع العميل، ما بنعملش حاجه، ما بنديلوش ادويه، بنعتمد تماما على ادراك ووعي العميل. يقدم العلاج على شكل معرفي يسهل الانتباه. الطب الشعوري التصنيفي يشرح علاقه الجسد وانسجته بالمشاعر بوضوح شديد. خدنا القصه دي واللي اول واحد اتكلم فيها، وهذا الرجل على الرغم من اختلافي الايديولوجي معاه رهيب يعني، بس الراجل ده راجل عظيم ويستحق ان يكرم، اللي هو دكتور هامر، اللي هو عمل العلاقه دي بقوه شديده وبشكل واضح جدا، ووقف وش العالم كله وعمل اسس قويه جدا لهذه العلاقه. ايه اللي احنا اضفناه هنا بقى؟ ان احنا خدنا المشاعر اللي قالها هامر، وصف فيها المشاعر، علاقه المشاعر بالنسيج، وقال ده شعور كذا بيسيب النسيج كذا، ووصفنا الشعور بدقه عاليه جدا بناء على نظام شعوري شرحه بروفيسور ماكس لوشر. الراجل ده عبقري، عمل نظام مرجعي للشعور، يعني زي بالظبط الفراغ ما بيتقاس بطول وعرض وارتفاع، هو عمل نظام مرجعي للشعور. فالراجل عبقري وقدر يعمل العلاقه دي، وده احنا بنستخدم علمه في ان احنا بنوصف المشاعر بشكل متقدم جدا وبشكل عالي جدا، بيساعدنا في التشخيص والعلاج. الطب التصنيفي هو ربط البعد البدني الجسم بالبعد ايه؟ الشعوري، وعيا. العمليه دي على طول عايزه ايه؟ انتباه وتصحيح.
والجسد والشعور زي ما شرحت لكم من شويه، الاثنين هما الاثنين صورتين لنفس الشيء. ايه اللي احنا اضفناه هنا بقى؟ ان احنا خدنا المشاعر اللي قالها هامر، وصف فيها المشاعر، علاقه المشاعر بالنسيج، وقال ده شعور كذا بيسيب النسيج كذا، ووصفنا الشعور بدقه عاليه جدا بناء على نظام شعوري شرحه بروفيسور ماكس لوشر. ماكس لوشر ما اشتغلش نهائي في الشغل بتاعنا، بس هو كان بيتكلم في المشاعر، فاحنا خدنا نظام ماكس لوشر في وصف المشاعر ووصفنا بيه المشاعر بدل استخدام الوصف اللي كان بيعمله هامر. مثال، هامر بيقول لك على ايه؟ الربو مثلا او الكحه والتهابات الشعب الهوائيه، بيقول عليه ايه؟ خوف منطقه. اما وصفناها بالمنطقيه العاطفيه اللي عملها بروفيسور ماكس لوشر، قلناها ايه؟ وصفناها ازاي؟ ان هو حاسس بقله انه مش متشاف، فهو بيبين نفسه بالكحة. ولذلك حتى من الحاجات اللطيفة جدا ان احنا عندنا في تراثنا الثقافي تلاقي ما واحد يجي البيت يخبط على الباب يقول اهم 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 اهم، يعني يتنحنح شوفوني. فوصفنا المشاعر بشكل دقيق جدا، دقيق جدا، مش بشكل بسيط جدا زي ما عمل هامر. طب التصنيفي احنا بنقدم المشاعر بوصف دقيق للغاية، ودي نقلة على شغل هامر، نقلة كبيرة جدا. ووصفنا علاقة تأثير المشاعر على الأنسجة، المشاعر بتأثر على الأنسجة، في دورة مشاعر على الأنسجة بتأثر على النسيج عضويا، شكل النسيج بيتغير. وصفناها ازاي؟ الكلام ده ما شرحوش العالم اللي اسمه ستيف بورجس، ما شرحوش بالطريقة دي، بس احنا خدنا العلاقة اللي هو عاملها دي ووصفنا بيها الدورة دي، والنظرية بتاعته اسمها البوليفيجال ثيوري، نظرية العصب الحائر المتعدد، وربطنا اللي بيحصل ده كله وتأثيره على الانسان من خلال نظريه بنجي اسمها نيوروبلاستيسيا او نيوروجينيسيس، تكوين الخلايا العصبيه. في نظام لتكوين الخلايا العصبيه، وان الخلايا العصبيه اللي بتموت بتيجي خلايا عصبيه اخرى بتقوم بدورها تماما وكانها ما ماتتش. فالموضوع ده في منتهى الاهميه بالنسبه لنا. وما بنعيش حال الاتزان الشعوري، دي حاله شعوريه بنشتغل فيها من نظريه عاملها عالم مجري اظن واخد عليها جائزه نوبل اسمه تشيكسنت ميهالي. تشيكسنت ميهالي عمل نظريه اسمها نظريه التدفق الشعوري. مين من حضراتكم او مرات كان بيعمل حاجه نسبيا صعبه وبيعملها بتمكن غير عادي، بص لقى جسمه كله بيرعش لذه، اللذه دي مع شعور التمكن والمهاره تشيكسنت ميهالي وسماها التدفق ذا فلو. اللي انا بشرحه ده هو الخلفيه اللي احنا بنين عليها الطب التصنيفي كله، بالاضافه ان احنا بنستخدم الفطره، لان الغرب ما يعرفش يعني ايه فطره، ما بيعترفش بيها اصلا. لا، الفطره مهمه جدا، مفهوم الفطره مهم جدا، وده اساس في الشغل اللي احنا بنقدمه في الطب التصنيفي. التجميعه دي هي ممارستي اليوميه في العياده، بقالي على الحال ده كام سنه؟ داخل دلوقتي على 11 سنه. التشكيله دي على بعضها هي دي اللي سميناها الطب الشعوري التصنيفي. العلاقه ما بين الجسد والشعور سميناها التماهي، التماهي اللي هو يعني ان حاجه تماهي شيئا، يعني حاجه تبقى زيها، فهما الاثنين حقيقه مش بيماهوا حتى، هما الاثنين حاجه واحده. النسيج بيتصرف او بيتفاعل على مستوى بنفس الشعور اللي صاحبه بيعيشه على طول في اللحظه، في اللحظه. الطب الشعوري التصنيفي وصف الطبقات الاربعه اللي وصفها هامر. هامر لما وصف الانسجه قسمها لاربع طبقات نتيجه تقسيمه جنينيه. الطبقات الاربعه وصفناها باربع مشاعر وباربع الوان. دي نقله ضخمه جدا، لان يعني الكلام ده مش موجود. التماهي هو وصف سلوكيات النسيج بالمنطقيه الشعوريه. وده التماهي. المنطقيه الشعوريه دي بتاعت مين؟ بتاعت ماكس لوشر. التماهي بيحصل على ابعاد مختلفه مش على بعد واحد. يعني ايه على ابعاد مختلفه؟ الانسجه بتتفاعل مع المشاعر بالطريقة اللي بتأكد الشعور. لو يعني أنا أشعر إن أنا مش قد إن أقف على رجلي في الحياة دي وأفرد طولي كده، القصة دي صعبة جدا، قصة بذل الجهد والتحقيق دي قصة صعبة جدا. إيه اللي يحصل في العظم؟ يجي فيها هشاشة. ولذلك دايما هتلاقي إن الهشاشة عند الستات أكتر من الرجالة. ليه الهشاشة عند الستات أكتر من الرجالة؟ لأن الستات بسهولة جدا بيحسوا كل ده لسه هعمله، يا لهوي ده كتير قوي، بغض النظر بقى إيه اللي هتعمله، مش مهم بقى، انا عايز اعمل كل ده بس انا عيال. على طول تخش في هشاشه. ليه؟ لان هي خلاص مش هتعمل حاجه، فالعظم مش محتاج يكون قوي ولا حاجه. العظم بيفهمها ازاي؟ مش الحاجه اللي فوق دي مش هتعمل حاجه، يبقى انا اخزن كالسيوم واقوي نفسي ليه؟ ما نفضيها كده ونخففها ونعيش خفاف. طبعا نعيش خفاف يعني ايه؟ مع اي خبطه مع اي وقعه كسر. فهنا العظم هنا عمل ايه؟ بيماهي الشعور. انا هل انا محتاجه عظم قوي؟ لا، فالعظمه تخف. اما بنتكسر بسهوله عشان عجزنا؟ لا، عشان احنا عايشين حال ما فيهوش قوه، لان انا متخيل ان انا كبرت في السن ومش محتاج ابقى قوي او مش محتاج ابقى قويه، فعظمي يحصل له ايه؟ والهشاشه هتيجي فين؟ في جسمي كله؟ ده تماهي، وده تماهي وظيفي، والتماهي مرتبط بالمكان.
عشان كده قلت لكم هتيجي في اي مكان المرتبط بالشعور. فالتمانية له علاقة بالمكان في الجسم وله علاقة بالايه؟ بالشعور. فالجسم بيديني بالظبط الشعور اللي انا عايشه.